إن هذه المبادرة ثانيا إن هذه المبادرة هي نوع من ترقية للعمل الجمعوي. أنتم تعلمون بأن الجزائر تحصي حاليا 100,000 و10,000 جمعية، ولكن هذه الجمعيات هي 25% تقريبا من نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإذا هو رقم مهم. لا نتوقع المستقبل ولكن نرسمه حتى لا نتفاجأ بالتوقعات الخاطئة أو نتفاجأ بالصدمات. جمعوي يهدف إلى إرساء رأي استشرافي لدى الناس، رأي عام استشرافي للتكفل باهتمامات المستقبل. صناعة الغد هي جمعية متخصصة في صناعة الغد هي جمعية متخصصة في استشراف المستقبل، ولكن من زاوية نظر المجتمع المدني، وتعمل في إطار مؤسسات الدولة وفي إطار قوانين الجمهورية.